الله اكبر يا كل لبنان. يلا يلا عن شرفك. يلعب الثوره. بكم. ما في اكبر من كده يا لبنان. ما خليني اكسر لك الكاميرا. المهندس مسك يعني محاطين كل المصاري. خلي فرجيني بطاقه. اوكي صور قد ما بدك. لا لا شكله تليفوني. تعالوا معنا في ميليشيا ومثل على مقطع. شو خاصه ميليشيا؟ انت عم تصورني بتليفونك. فرجيني انك صحافي. هيدي بطاقه الصحافي. هول الناس اذا بفوتوا هلا لهم مستعدين يحرقونا ومستعدين يقتلونا. والوقت يلي المثلي ما بمقرب علي بشيء عايش حياته لنفسه حر يعمل اللي بده اياه ان كنت بايد او كنت برفض. بس انا اللي بشوفه انه هيدي رده الفعل ممنهجه من نظام ممنهج بضيق مع الحريات. انا بلاقي انه نحن هلا بشر بوضع عن جد محزن. نحن هلا ما عندنا امان حاليا نرجع على بيوتنا وفي ناس انضربت من قدامنا وفي ظل كل سكوت النظام حوالينا. فكل الموضوع التصويب ان كان على المثلي ولا ان كان على شو ما كانت الحريه مبالغ فيها. هيدي متكلين على الدرج ما عندنا شيء عم يلحقونا. وجربنا نطلع من هون الميدا اللي قلنا عم نقول للدرك انه عم ندلهم عليهم. فحدا قال له انه علينا نتفرج وقال له رد علي الدرك انه اكيد عم نتفرج عليكم. يعني هي مؤسسات الدولة بتشتغل بمنطق الميليشيات بتتفرج على الميليشيات وعلى المجموعات الإرهابية هي وعم بتهددنا. يعني وقفوا قدام الجنود الراب وفجأة حجأ اجى من وراي ودربني كف على راسي. برمت عنده شو صار؟ اجى حدا تاني ضربوني رجعوا لورا رجعوا لورا. لك اوكي اجى كفين ثلاثة. I went to the back side تبع الدرك والدرك فجأة دافعوا عنهم وصاروا عم يدفشوني لورا. فيو صور حقه صور بالقانون بحقه صور.